حدث في مثل هذا اليوم شهد الثاني من يونيو العديد من الأحداث التاريخية المهمة. ففي عام 1875 ظهر الهاتف لأول مرة على يد المخترع جراهام بيل، والذي ينسب إليه تسجيل أول براءة هاتف فعال وإنشاء شركة التليفون والتلغراف الأمريكية. وفي الثاني من يونيو عام 1896 تسلم جوليلمو ماركوني براءة اختراع المذياع، وحصل ماركوني على جائزة نوبل للفيزياء عام 1909. كما شهد الثاني من يونيو عام 1953 تتويج الملكة إليزابيث الثانية رسمياً ملكةً على العرش البريطاني. وحضر مراسم التتويج حوالي 8000 شخص، وتابع الحفل ملايين الأشخاص داخل وخارج بريطانيا. وفي الثاني من يونيو أيضاً عام 1966 هبطت مركبة الفضاء الأمريكية سيرفيور 1 على سطح القمر، وجمعت هذه المركبة معلومات مهمة أفادت رحلة أبولو وصعود أول إنسان إلى القمر. كما شهد الثاني من يونيو عام 2014 تنازل ملك إسبانيا خوان كارلوس الأول عن الحكم لابنه فيليبي بعد 38 سنة من الحكم، والإعلان عن إتمام عملية تسليم العرش بعد موافقة البرلمان. وفي الثاني من يونيو عام 1976 توفي عبد الرحمن عزام أول أمين عام لجامعة الدول العربية عن عمر ناهز 81 عاماً.